السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة نتمنى تكونوا بألف صحة، ثاني حاجة الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويا رب تكون هذه العشر الأواخر عشر الهداية والمغفرة وتغيير الأقدار الأحسن لأي واحد وتحقيق الأمنيات. غندير معكم واحد المملحة الشكيل ديالها والمكونات مغيرين تقريبا، فتبعوا معايا. اول حاجه غادي ناخذ الدنجال اللي كنقطعوا هكذا مربعات صغار، غادي نقليه ونخليه حتى يتحمر، ومن بعد غادي نخليه في ورق النشاف او لا في شي شبيكه حتى يتسقطر ليا من الزيت. من بعد غادي ناخذ واحد المقله غنوضع فيها شويه ديال زيت العود مع شويه ديال الزبده، وغادي نضيف البوارو والثومه، غادي نخليهم حتى يطيحوا بطبيعه الحال. من بعد غادي نضيف عليهم الكفته. فالمكونات اولا القياس ديال المقادير يعني على حسب المستطاع ديال اي واحد فينا. المهم غادي نوضع الكفته، غنحاول نحلها واحد شويه، هنا راه ديجا حتى عندي انا مكونجليه. المهم غادي نبدا نضيف التوابل، عندي سكينجبير، عندي شويه الملحه، عندي شويه القزبر وشويه البزار، وعندي التوابل ديال الكفته ضروري من التوابل ديال الكفته راه تتباع، وعندي شويه ديال الحار شويه التحميره. غنحتاج هنا المطيشه اليابسه حتى هي راه تتباع، غادي نقطعها طريفات رقاق تقريبا او طريفات صغيورين، المهم ما يكونوش كيبانوا بزاف. من بعد غادي نضيفها على الكفته بطبيعه الحال، كيف ما شفتوا هنا قلت لكم التوابل ديال الكفته غادي ندير حتى هي القياس، يعني معلقه صغيره ولا معلقه ونص على حسب الكميه اللي نتوما دايرين. من بعد كنضيف مطيشه، غادي نخليها تشحر مع هذه الكفته هذه تقريبا واحد 10 دقائق، عاد غادي نضيف الدنجال حتى هو غنخليه واحد 10 دقائق اولا ربع ساعه، المهم حتى تنشف لي هذه الحشوه هذه. وغادي نضيف المكونات اللي قلت لكم راه فيهم شويه ديال الملحه. بالنسبه للمكونات هنا عندي المكسرات، ديروا القرقع، ديروا الكاجو، ديروا اللوز، المهم تتهرمشوه. عندي المعدنوس شويه ديال الحبق، وعندي هنا الفرماج فيمي راه تا هو تيتباع. الا ما عندكمش ديروا الفرماج اللي موجود عندكم في الدار. غادي نخلط هاد المكونات هادو ونخلي الحشوه ديالتي تبرد تماما، ودابا غادي ندوز باش نشكل معكم هاد البسيطلات اللي تا هما كيجيو زوينين صراحه في المنظر وتا في المذاق. اول حاجه غادي ناخد الورقه البسطيله وغادي نقادها، يعني نقطع على دوك الطراف ونبدا بحول الله نشكل معكم هاد البسيطلات هادو، فبقاو معايا. كناخذوا الورقه تندهنوها بشويه ديال الزبده، دائما الحرش كيكون الفوق والملسه كتكون تحت. غادي نتعمد انني نشكل معكم بعدا غير الطريقه باش تشوفوا. من بعد غادي ندوز نبدا نشكل معكم هاد البسيطلات. المهم كنجمعوا اطراف ديال هاد الورقه هذه بهذا الشكل هذا، كنجمعوا لها الجناب ديالها من الوسط، كنثبتوا مزيان الشكل ديالها من الوسط. من بعد كنجمع لها الاطراف الاخرين، كتعطيني بحال الشكل ديال الوريضه ولا بحال الشكل ديال البابيو. دابا غادي نبدا نخدم في البسيطلات هنا. من بعد ما تنثبتها مزيان كنجيب الطرف كنوضعو الوسط وكندهن بالزبده دائما الطرف، كل طرف تندير اولا كل طبقه تندير كندهنها بالزبده. هنا من بعد ما دهنت بالزبده غادي نوضع كميه من الحشوه تقريبا جهد ديال معلقه كبيره، كنثبت الحشوه مزيان في الوسط وغنبدا نلف بهذا الشكل هذا. وقلت لكم دائما تتبقاو تدهنوا، راه ساهله، كنتمنى نكون واضحه ما مدرقاش يعني بايديا باش تشوفوا الشكل تشوفوا الطريقه اللي تندير.
صافي تنحاول نضغط مزيان هكذا وتنثبت هنا ماشي مشكل، لانه الا عندكم دوك لي فون دو تارت ولا لي فون دو كيش راه تتوضعوا فيهم كيف ما انا غادي نوضعهم وتيبقاو قابطين الشكل ديالهم ما تيتحلوش ليكم في الطياب وتعطيو منظر زوين صراحه. هاد لي فون دو كيش راه واخا تيقول لك ديروهم يعني راه ما تيقبطوش ما تيشدوش، ولكن انايا من الاحسن كندهن واحد شويه صافي وهالشكل الشكل ديالها. شوفوا كيفاش تجي راه غادي تشوفوا مازال الشكل ديالها كيفاش كتجي وهي طايبه، راه كتجي زوينه صراحه. غادي نخليكم مع الطريقه ونرجع معكم من بعد. هنا من بعد ما كملت الكميه تقريبا كيف ما قلت لكم كتجيبوا لي فون دو كيش كتوضعوهم فيهم يعني كديروهم من بعد في اللاطه اللي غادي تدخل الفران. قبل ما ندخلهم الفران تندهنوهم دائما بالزبده، وغادي نجيب واحد العود كوردون يعني عود ديال السنان وغادي نتكهم هكذا باش يلقاو فين يتنفسوا وهما تيطيبوا. كندخلهم الفران كيف ما كنطيبوا البسيطلات ديالنا يعني بدرجه الحراره وبالطريقه. من بعد هذا هو الشكل النهائي ديالهم، راه تيجيو زوينين في المنظر. هنا زينتهم بالفروماج بلون يعني درت غير في الـ في الـ في البوشون دوي اولا في الجيب الحلواني، وضعت سوريدات هكذا ودرت شويه المعدنوس باش يغير لنا شويه اللون. وهالشكل ديالهم من الداخل ومن برا كيجيو زوينين. وبقى لي الا نقول لكم بالصحه والراحه وفطوركم شهي وتقبل الله، والى وصفه قادمه ان شاء الله بحول الله. ما تنسونيش من لايك وبارتاج ومع الف سلامه.